هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير شوربة العدس المناسبة لهيك طقس بارد. ويلا نبلش بالمكونات. بدنا كباية ونص من العدس، كباية رز، بدنا كمان سمنة وزيت، بصل ولحمة وبقدونس حسب الرغبة، وبدنا كمان معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من حمض الليمون، معلقة كبيرة من الكاري، ومعلقة كبيرة من الفلفل. وإذا بتحبوا تضيفوا له مكعب الماجي، هو بس عشان يعطيها نكهة طيبة. وبنصحكم كتير إنه تجربوا هيدا النوع من الشوربة لأنها كتير طيبة. ويلا لنبلش. أول شي بدنا نضيف الزيت والسمنة أكيد على النار، بعدين بنضيف البصل مثل ما شايفين كيف مقطعينه رحنا صغار بهيدا الشكل، وبنضيفهم على السمنة والزيت. وهلأ بعدين منقلبهم ومنترك البصل لحتى يدبل شوي، وبعدين منضيف اللحمة وكمان منحركها لحتى اللحمة تستوي وتنطبخ منيح مع البصل. وهلأ هون عنا استويت اللحمة، بعدين منضيف الملح ومنحركهم كمان كتير منيح، وهلأ منضيف الفلفل كمان منرجع منحركهم كتير منيح. منضيف الكاري وكمان منرجع منحرك كتير منيح بهيدا الشكل. وهلأ منضيف مكعب الماجي أو بهارات الماجي ومنرجع منحركهم كتير منيح. وهلأ منضيف المي، المي بتعتمد كميتها على حسب الرغبة، على حسب انتو كيف بتحبوا. وهلأ منضيف العدس مثل ما شايفين، وهلأ منضيف الرز بهيدا الشكل. منضيف حمض الليمون ومنحركهم كتير منيح، وضروري نحركهم من سفل الطنجرة لفوق بهيدا الشكل، بعدين منغطي على الطنجرة ومنتركهم لحتى يغلو. وهلأ وقتها يغلو منضيف البقدونس بهيدا الشكل ومنحركهم هيك شوي على الخفيف ومنتركن شوي عم يغلو، وبعدين منطفي النار وبتكون الشوربة جاهزة. وهيك عنا بتكون الشوربة أطيب شوربة لحدقوها، بتكون جاهزة للتقديم مثل ما شايفين. وإن شاء الله تعجبكن هيدي الوصفة، عن جد بنصحكن كتير إنه تجربوها. ورحنا هلأ منحب فوق الشوربة نعصر هيك حامضة عشان تضيف نكهة هيك طيبة، وأنا كتير بحب إنه أحط لها هيك حامض. وهيك عنا بيكون الفيديو خلص لليوم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. See you in the next video. Bye.